دور انت لسه ما لعبتهوش وبتتمني اللي انت تلعبيه، مستنياه يجيلك؟ والله نفسي يجيني، دايما بقول نفسي يجيني حاجه غنائيه استعراضيه مثلا، فيها غنى واستعراضات وتمثيل. طبعا ما عنديش فكره ان انا نفسي امثل شخصيه كذا قوي، او نفسي امثل شخص، لانه انا كل ما بيجيلي ورق بقول يا ترى هيبقى ايه، بلاقي شخصيه مختلفه عن اللي في بالي، عن اللي في خيالي، لان الحياه وتجارب الحياه والشخصيات الحقيقيه اللي في الحياه اثرى، وبالنسبه لي انا اكثر عمق من بس شخصيه تبقى شخصيه تاريخيه احنا مش عارفين عنها كتير. واذا جات لي شخصيه تاريخيه يبقى حاسه ان انا لازم اقعد ادرسها كتير قوي واقرا عنها كتير جدا عشان اعرف خباياها. لكن انا بميل لتمثيل اي شخصيه فيها نبض، فيها روح وحياه وانسانيات ودايما بعمل للشخصيه كده تاريخ وطريقه لبس وطريقه تفكير. يعني حتى الناس في الشارع ممكن ما يعرفونيش مثلا الا من صوتي. ليه؟ لان كل شخصيه بعملها بشكل مختلف، لون شعر، طريقة لبس، نحية. حالة مختلفة خالص. أخيرا، حاجة عندك منها فوبيا؟ حاجة عندي منها، الحمد لله ما عنديش، ودي حاجة غريبة جدا، ما عنديش فوبيا من حاجة تذكر، يعني ما بخافش من حاجة إلا الأماكن المرتفعة قوي العالية، بس أنا بحب الأماكن العالية جدا، بس ما أقدرش تبصي. أبص منها، بس بحب قوي مثلا، حب أسكن في الدور 40 45، حب أطلع الأماكن دي، بس ما حبش أبقى مش في الأمان، يعني أحب أبقى هناك بس حاسة بأمان كده. يعني ما عندكيش فوبيا من الحيوانات مثلا؟ لا خالص. بتربي حيوانات أليفة عندك في البيت؟ زمان وأنا صغيرة كنت بخاف من الكلاب والقطط. دلوقتي أنا بعشق الكلاب والقطط، أنا عندي 6 قطط في البيت. ده ممكن نقول يعني ليه علاقه ان انت فقدت الثقه بالناس؟ لا 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 لا، حب للحيوانات ملوش اي علاقه بفقد الثقه في الناس. كان عندك فوبيا منها وبقيتي بتحبيها؟ اتعلمت. ما هو بصي، كل واحد، انا دايما اقول لبنتي كده، لما تخافي من حاجه خشي جواها جربيها. فلما انا جربت، وبنتي وهي صغيره كان نفسها في كلب وبعدين نفسها في قطه، انا ابتديت ابقى احس ان دول مسؤولين مني، روح مش روح، عشان الحيوانات مش روح، الحيوانات عندها حياه، حياة مسؤولة منك تأكليها وتشربيها وتهتمي بيها وتعيا وتحسي انها حنينة عليك. فلما تلاقي الحيوانات حنينين جدا جدا وعندهم إخلاص، حتى القطط اللي يقولوا القطط غدارة، لا القطط مش غدارة. أنا بربي 6 قطط بقالي كذا، هو داخلة في كذا سنة، مشوفتش منهم غدر خالص. لكن هم ما بيحبوش ان انت تفرضي عليهم طريقة معينة، امتى تشيليهم، يعني ما يحبوش. هم في النهاية حيوانات، مفروض انهم عندهم صفاتهم اللي ربنا خلقهم بيها. فطول ما انت ما بتأذيهمش او ما بتضغطيش عليهم، هم ما بيأذوكيش ابدا ابدا. بالعكس، انا لقيت ان هم عندهم وفاء، ولقيت انه ما دام هم مسؤولين مني ابتديت اتعامل معاهم. البشر انا مش، ما عندي، مين اللي قال اني فقدت ثقتي في البشر؟ ما فقدتش ثقتي خالص في البشر، بالعكس. ده انا بشوف ان دايما لما بتعملي خير عمره ما بيروح، عمره. ممكن ما يتردلكيش من نفس الاشخاص، بس تلاقي ربنا بعت لك ناس تانية انت ما عملتيش معاها حاجه خالص، ولا عملتي معاها خير، ولا عملتي معاها اي مواقف جدعانه، تلاقيها ربنا بعتها لك لوحدها كده تخدمك وتعمل معاكي مواقف جدعانه انت مش متخيلاها. كان ربنا بيقول لك ان اللي عنده هو ما بيروحش، وان مش شرط ان انت تدي حاجه لبني ادم او تعملي بني ادم او بني ادمه بصفه ما انهم يردوها لك. وده اللي علمني ان انا ما استناش مقابل من حد. يعني انا بعمل الخير لوجه الله تعالى، ببقى جدعه وانا بقول ده من جوايا وانا بعمله، ان انا بعمل ده لوجه ربنا سبحانه وتعالى وارضاء وحبا في الله. ربنا لا يمكن انه ينسى حاجه انت عملتيها حبا فيه وارضاء ليه وطاعه معاه، استحاله. هتيجي وهتيجي تتحطي في موقف اصعب، وهتلاقي ناس حلوا لك المشكله بفوق ما تتخيل. أكيد. فانا ثقتي في الله كبيره جدا، وثقتي في الناس كبيره جدا، والحمد لله ربنا رزقني بناس الحمد لله كتير كويسين وبحبهم وما اتصدمتش فيهم.